الدراري مرحبا بكم. اول حاجه مبروك الدراري اللي دازوا في الميدسين التلاميذ ديالي او غيرهم، مبروك عليكم كاملين. اللي ما حالفوش الحظ راه مازال بزاف الحوايج من قدام، ماشي الميدسين هي اخر حاجه او ايكول وحده اخرى سوبيريور مازال هي لافان يعني ديال العالم، لا دونك مازال عندك دي شانس بزاف، عندك لا شانس في سبيت، عندك دوطخ يعني ايكول اللي مازال داكوغ. دونك ان شاء الله نحاولوا معايا تقاتلوا معايا انكم تجيبوا لي سبيس باي طريقه داكوغ. دونك اللي ما عندنا ان شاء الله اول فيديو غنشرح لكم فيه مجموعه ديال المعلومات اللي غتكون فيه، من بينها يعني الدروس اللي من المحتمل، لان مازال الاطار ما كاينش ولكن من المحتمل انها تكون. دونك شنو هي الدروس هي اللي قريناها يعني ملي كنتو مازال كتقراو في المدرسه؟ دونك شنو هما هاد الدروس؟ كما تلاحظون عندي كلشي في الطابلو هنايا. دونك عندنا الدرس الاول ديال لاتي بي والعضله، ستادير لاتي بي والميسك، وعندنا لافورماسيون جينيتيك يعني الخبر الوراثي اللي فيه الاليه ديال التعبير، المكان ديال التموضوع ديالو، ولا جيني جينيتيك. دونك كله ما عندنا هاد لابارتي. عندنا لي لوا ستاتيستيك وفيهم لا ريبروديكسيون يعني سيكسويل، وكذلك هنايا يعني القوانين الاحصائيه والتوالد ولا نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي. وعندنا كذلك البارتي ديال لا جينيتيك هيومان، كذلك لا جينيتيك دي بوبولاسيون. دونك هادو لي دو كيكونوا يعني في بارتي وحده. دونك وعندنا اطونسيون، هنا عندنا يعني لي كور ديال بروميير اني بكالوريا اللي كيكونوا عندنا في دوزيام سيمستر، اللي فيها يعني تحلون الدم يعني جليسيمي، وكذلك يعني ديال التواصل ديال العصب يعني هرموني. دونك هذوك الدروس كيتحطوا يعني فيما يخص لي سبيتس دائما داكوغ. دونك عندنا في الكونكور كيكون عندنا يعني الماده الاساسيه هي الاس في تي، ولكن التخصص اللي كدوز فيهم فيزيك او الشيمي، دونك هذه المواد الاساسيه. والماده الثانويه كتكون هي الفرنسيه داكوغ، ولكن الاس في تي هي اللي عندها يعني نسبه كبيره. دونك كنتمنى تبعوا معايا مزيان. اذا نخدم معكم بعض الاسئله اللي خديتها يعني من كونكورات يعني دي زيبروف يعني ديال لي سبيتس قدامين. دونك نبدا بالسؤال الاول. دونك السؤال الاول عندنا كما تلاحظون، شو السؤال؟ خديت دي زيكستري يعني من كل بارتي يعني في الكور. دونك بالنسبه للسؤال الاول اللي عندنا في لا تي بي والميسك، دونك اسئله مباشره. دونك السؤال الاول، دونك يتم تفاعل اسيتيل كو انزيم ا يعني خلال دوره كريبس في يعني عندما يتم دمج لاسيتيل كو انزيم ا يعني في حلقه كريبس مع احماض حلقه كريبس، قال لنا فين كتم كلشي. غيكون عارف هذا السؤال، هذا سؤال مباشر، عطاونا بزاف الاختيارات هنا. قالنا الغشاء الداخلي الميتوكوندري، الغشاء الخارجي الميتوكوندري، وقالوا لنا الماتريس، قالوا لنا الماتريس. بيان سور اي واحد فيكم غادي يختار يعني دونك الماتريس. دونك تما يتم ادماج يعني لاسيتيل كو انزيم ا في حلقات كريبس. دونك لا كيستيون بالنسبه للزلاب ديال دوزيام اني بكالوريا انترناسيونال، دونك لي رياكسيون امبليكون لاسيتيل كو انزيم ا يعني بوندون لو سيكل دو كريبس، دونك سو ديرول دون لا. دونك واش اسكو لا مومبران اكسترن دو لا ميتوكوندري، او بيان لا مومبران انترن دو لا ميتوكوندري، او بيان لا ماتريس. دونك لا بون ريبونس هي لا ماتريس. دونك هادي بروميير كيستيون. دونك ثاني سؤال قال لنا فيما يخص الاتي بي العضله الميسك، تتكون الخياطات الدقيقه دونك الخليه العضليه المخططه من خياطات دقيقه، لان عندنا خياطات سميكه عندنا خياطات دقيقه. الدقيقه هي خياطات لاكتين والسميكه هي خياطات ميوزين. اذا لاكتين شنو فيه؟ عطاونا اختيارات هنايا. قال لنا الاكتين والتروبو تروبونين والتروبوميوزين. قال لنا واش الاكتين والتروبونين، واش التروبونين والميوزين. حنا عارفين الخياطات الدقيقه، سؤال مباشر هذا، كتكون يعني بلاكتين تروبونين وتروبوميوزين. دونك لي فيلامون فان دو لا سيلول موسكولير ستري دونك سون فورمي دو ستادير، يعني عندنا لي بروبوزيسيون اللي كانوا عندنا لاكتين تروبونين اي تروبوميوزين. دونك سي سون دي كيسيون ديريكتاب داكوغ. دونك سالينا البارتي الاولى اللي فيها اسئله مباشره بالنسبه لاطيبي والعضل، كنتي فاهم لاطيبي والعضل مزيان غتجاوب يعني بسهوله، ما فيهش اسئله شويه اللي معقده اللي غنشوفوها كاينه في البارتي اللي مازال. نمشيو للانفورماسيون جينيتيك، وهنا اخترت يعني سؤال يعني في الهندسه الوراثيه. مزيان الهندسه الوراثيه ولا الجيني جينيتيك، عطاونا دي كاستيون هنايا. قال لنا يعني بوندون يعني الجيني جينيتيك اش كيوقع، عطاونا بزاف ديال لي بروبوزيسيون. قال لك يتم مراست البكتيريا المغيرة وراثيا
قبل ادماج المورثه المعزوله في البلازميد النقي. يعني كنرص الراس هو يعني بنقلب يعني البكتيريا نرصدها فينا هي، نرصدها نعرفها كاين هي ونقلب على البكتيريا المرغوب فيها المعدله وراثيا. قال لك قبل ادماج يعني المورثه المعزوله يعني في البلازميد، قبل ما ندير المورثه ديالي في البلازميد غنقلب على البكتيريا المرغوب فيها. بيان سور لا، يعني كنقلب عليها يعني بعد، دائما خصك تبقى عاقل عليها ان رص البكتيريا يتم بعد يعني ادماج المورثه المرغوب فيها في البلازميد ديال البكتيريا. داكور، اذا البروبوزيسيون الاولى عندي غلط هنايا. ثاني بروبوزيسيون عندي يتم استعمال انزيمات الفصل لادماج المورثه المعزوله. اسمع، ادماج المورثه المعزوله في البلازميد غنديروا انزيمات الفصل، لا كنديروا انزيمات ديال الرابطه. اذا الجواب هذا هو كذلك خاطئ. السؤال اللي عندنا سي قال لك يمكن تلميم البكتيريا المغيره وراثيا وتسخيرها في انتاج بروتينات بكميه وافره. اذا هذا هو الهدف يعني من يعني لا 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 يعني الهندسه الوراثيه او الجينيتيك، يعني هو نحصل على واحد البكتيريا اللي كندير التلميم ديال المورثه المرغوب فيها في البلازميد، يعني كنخلي التكاثر ديالها كتولي على شكل لمات كتجمعوا البكتيريا، لان البكتيريا كدير انقسامات يعني متتاليه، كل بكتيريا كتنقسم على جوج كتعطينا لمات. ملي كنزرعو في واحد البواط بيتري كنحصل على واحد لونسون ديال لي كلون، وكلون يعني استادير يعني عندهم نفس الاصل نفس لوريجين اللي هي البكتيريا الاولى. دونك اذا هذه غتبقى صحيحه. والاخر السؤال الاخير اللي هو طونسيون مزيان تفهموا معايا مزيان، قال لك يشكل بلازميد البكتيري الناقل الوحيد المستعمل لنقل المورثات المعزوله، يعني الناقل الوحيد حاجه قال لك هنا يعني يمكن نقل واحد المورثه كتستعمل يعني البلازميد البكتيري فقط، وهذه اجابه خاطئه، لان يمكن نستعمل لادان ديال الفيروسات، نقدر نستعمل واحد الناقل يعني ميكانيكي مثلا ندير لانجيكسيون يعني ديال هذه المورثه مباشره. اذا ماشي ضروري ان يكون عندنا يعني بلازميد اللي هو ضروري فريمون، انا كنستعمل بلازميد دائما في اغلب الاحيان ولكن ليس هو الوحيد. اذا هذا جواب خطا. دونك هذا السؤال اللي كان عندنا هنا ديال لاجينيتيك. السؤال الثاني حتى هو مهم بزاف بزاف بزاف، ما قريناش ولكن خصك تفهمو مزيان. شنو قال لنا في لاكيستيون؟ قال لك يحتوي جهاز غولجي على التفاعلات التاليه. اش كيدير يعني جهاز غولجي؟ جهاز غولجي شنو هو؟ هو عضي خلوي يوجد في الخلايا ذات النواة الحقيقية. إذا شكون اللي كيدير هذا جهاز غولجي؟ قال لك تحليق الأحماض الدهنية. تحليق الأحماض الدهنية، يعني لا بيوسانتيز ديال ليزاسيد يعني ليبيدي. دونك هنا يعني خاطئة ماشي يعني هنا، لأن جهاز غولجي اش كيدير لنا بالضبط؟ عقلوا عليها، هو يعني كيتم النضج ديال البروتينات. شنو هو النضج ديال البروتينات؟ يعني كيكون بروتين كيتم الانتاج ديالو والتركيب ديالو على مستوى الشبكه السيتوبلازميه المحببه، عقلوها مزيان، كيكون فيها دي ريبوزوم اللي هما مسؤولين على قراءه وكذلك ترجمه الاراي ميساجي. دونك كيكونوا هذه كتكون محاطه يعني بالغشاء النووي، ومن بعد منها كاين جهاز غولجي. البروتينات اللي كيتنتجوا على مستوى الشبكه السيتوبلازميه المحببه كيدوزوا لجهاز غولجي باش كيتم تما يعني ادماج يعني سكريات في ذاك البروتينات، بروتين كنزيدو عليه السكريات، داكوغ؟ دونك هذا هو الدور ديال يعني جهاز غولجي. قال لنا تحليق الاحماض الدهنيه قلنا لا، امتصاص ثاني اكسيد الكربون توا لا، اضافه السكريات للبروتينات، وهذه اللي صحيح باش كيخرجوا على سو فورم ديال غليكوبروتينات، دونك لي غليكوبروتين، داكوغ؟ دونك الجواب الصحيح يعني هو اضافه السكريات للبروتينات. اذا هذا السؤال يعني الثاني اللي كان عندنا هنا، استادير يعني الغليكو زيلاسيون دي بروتين، يعني هي لاجو ديال الجليك ديال لي سكر غليكوز سور لي بروتين. دونك هذه هي اللي عندنا هنا هو يعني الوظيفه ديال جهاز غولجي ولا لاباري دو غولجي. غنمشي لبارتي 3 الواستاتيستيك. دونك في الواستاتيستيك مزيان خصني نخدم فيهم مزيان، نخدم فيهم بزاف خصني نفهمهم، هذا ما فيهم دي كيستيون ديك، دونك كلهم خصني نخدم العقل ديالي. اذا السؤال الاول بالنسبه لسؤال واحد لان ليسباس، اذا نحدد الاجابه الصحيحه، حدد الاجابه الصحيحه. في الكونكور ديال ليسبيس بارفوا كيقول لك كتكون عندي اون سول بروبوزيسيون اللي هي جوست، بارفوا كيكونوا بزاف دونك على حسب، بارفوا كيقول لي يعني بزاف بعض المرات كيقول لي معناتك انت كاين غير وحده، دونك هذيك غتلقاوها دائما خصك تقرا ديسكريبسيون ديال الكونكور تكون في الاول مزيان.
قال لك تزاوج افراد ذو موارث مرتبطه بالجنس يخضع للقانون الاولي مندل. ملي كتكون عندي موارث مرتبطه بالجنس واش كيتحقق لي القانون الاولي مندل؟ بيان سور تقول لي لا ما كيتحققش، هو استثناء، هو استثناء يعني ليكسيبسيون ديال البروميير لوا دو مندل. اذا هذه ماشي صحيح. دابا شي السؤال الثاني، حاله تساوي السياده، حاله تساوي السياده قال لك تؤدي الى مظهر خارجي واحد في اف 2 اف 2 ماشي اف 1. دونك ملي كيكون عندي تساوي السياده دونك انا عندي لا جيستيفيكاسيون شنو غندير. ملي كيكون عندي تساوي السياده يعني مثلا غنزوج انا ا مع يعني بي لان متساويين، دونك هنا غيكون عندي ا سيغ ا بي سيغ بي، دونك هادو غيعطيوني في اف 1 غيعطيوني ا سيغ بي ستادير يعني ا بي برومي دوزيام كروازمون اللي غيكون عندي ديال اف 1 دونك افيك اف 1. قال لك يعطيني هنايا يعطيني مظهر واحد، يعطيني يعني مظهر واحد. لاحظ معايا شحال المظهر يعطيني، اللي فهم النص ديالو غيفهم شحال المظهر يعطيني. غيعطينا يعني ثلاثة ديال المظاهر غيخرج ليا، غيخرج ليا ا مظهر ديال ا، ويخرج ليا بي، ويخرج ليا ا بي، خصني نعقل عليهم بالنسب ديالو. هذا غيكون انكا دونك كذلك هذا انكا دونك هنا ان سيغ دو ب 50% ديال هذا 25 25. هذا خصني نكون ديجا انا فاهمها في القوانين الاحصائيه. اذا هنا جواب هذا خطا. اذا كانت الموارثه المرتبطه بالجنس فان كل افراد اف ان تكون متجانسه. ما كنعرفوا ملي كتكون مرتبطه بالجنس اف ان كيكون غير متجانس، يعني فيه ذكور واناث. اذا هذه خطا يعني بلا جوستيفيكاسيون. ولا ديرنيير بروبوزيسيون اللي عندنا هنا دونك بالنسبه لاخر بروبوزيسيون اللي عندنا هنا دي قال لك يؤدي الحي المميت الى نسب جوج على ثلاثة واحد ثلاثة في اف 2. دونك هنايا هذه جواب صحيح. دونك كيف ذلك؟ اعيد الشرح هو ان ملي كيكون عندي مورثة مميتة ملي كنزوج في التزاوج الثاني يعني كيكون عندي مختلف الاقتران كنزوج مع بعضياتو، هادو في الحالة العادية إذا زوجتهم شنو خصهم يعطيوني؟ بحالة العادية خصو يعطيني مظهرين يعني ا بالنسبة ديال 75% يعني 3 على 4، خصو يعطيني مظهر ا صغيرة بالنسبة ديال 25% يعني 1 على 4 الحالة العادية. حالة ملي كيكون عندي خلل اي كتكون عندي موريثة مميتة ما كيعطينيش هاد النتائج، هاد كيعطيني النتائج ديال ا كبيرة كتبان ليا يعني جوج على ثلاثة، وكتعطيني ا صغيرة اللي كتكون هي واحد على ثلاثة. ستادير يعني كاين خلل، والخلل هو كيكون عندي موريثة مميتة في حالة تشابه الاقتران بالنسبة للحالي السائد. يعني الحالي السائد يعني في هاد الحالة غيكون عندي ا على ا كبيرة يعني غيكون مميت، يعني هذيك الاجنه غادي يموتوا قبل ما يخلقوا الا كانت تلاقات لينا هذه الحاله الاكبيره مع كبيره. دونك هذا الجواب يعني فالصحيح هو د. فيما يخص اخر فقره عندي هنايا بيان سور ديال بروميير اني بكالوري ما غاديش نبداها اليوم. دونك في الجينيتيك هيومان وكذلك يعني جينيتيك دي بوبيلاسيون شنو عندنا فيها، نخدم واحد الاكزرسيس ديال لا جينيتيك هيومان يعني الوراثه البشريه. اذا شنو عندي هنا سؤال حدد الاجابه الصحيحه، كل سؤال غنقراه وغنخدمو يعني كيفاش ندير نجاوب عليه. قالك في حالة مرض وراثي مرتبط بالجنس، مرتبط بالجنس قالك ومتلحم يعني كيكون عندي يا إما المرض يعني سائل ولا متلحم، تنجب الأم المصابة، عندي أم مصابة مثلا هذه، ولا تنجب الأم مصابة من أم مصابة إجباريا. هذه يعني إلا كانت مصابة دونك عندها خوتها وعندها الأم ديالها وعندها الأب ديالها، قال لك هذه اللي كانت مصابه اجباريا هذه خصها تكون مصابه مزيان، هل تشوف معايا واش تلقى واش اجباريا. المرض متنحي هذه مثلا غيكون عندها اكس اكس وهذه عندها اكس، هذا عنده اكس اكري، مرض متنحي مزيان. لاحظ معايا ان هذا مريض، هذا حتى هو مريض هنا عنده اكس ا صغيره اكري لان المرض متنحي، هذه نخليها انا صحيحه. اذا اللي كانت صحيحه غيكون عندها اكس ا كبيره اكس ا صغيره، صحيح هذه لان المرض متنحي عنده علاقه باصغيره. اذا هذه شنو غيكون عندها؟ غتاخذ ديك اكس ا صغيره من هنا وغتاخذ داك اكس ا صغيره من هنا وغتبان لنا مريضه. اذا هذه ماشي ضروري الام ديالها تكون مريضه، تقدر تكون ام صحيحه وتعطينا يعني بنت مصابه. اذا هذا الجواب يعني خطا. وفي حاله مرض وراثي مرتبط بالجنس ومتنحي عنده علاقه باصغيره قال لك تنجب الام المصابه، الام مصابه من ام يعني تنجب هذه الام المصابه هذه بيان سور هذه ام خص يكون عندها يعني الزوج ديالها ام مصابه، ضروري خص يكون الام ديال هذه حتى هي كذلك يعني مصابه. وشفنا هذه الحاله انها تقدر تكون صحيحه تعطينا بنت مصابه، اذا الجواب خطا. نمشي للسؤال
ولا بروبوزيسيون باي في حاله مرض وراثي مرتبط بالجنس ومتنحي مرتبط بالجنس ومتنحي يكون الذكور. دونك انا ما غنخليش هذا نرجعو يعني هنا يولي عندنا ذكر. دونك السامبول ديال الذكر دائما هو مربع يعني الا كان يعني خاوي فهو صحيح الا كان ملون بالاسود فهو يعني مريض او يحمل هذيك الصفه. اذا في حاله مرض وراثي مرتبط بالجنس ومتنحي يكون الذكور المنحدرين من ام مصابه مصابون اجباريا. قال لك هنايا هذا ما غاديش نهضروا عليه. قال لك هذه الا كانت مصابه الذكور غيكون مصاب اجباريا والمرض متنحي. يعني المرض هنا غيكون عندي اكس ا صغيره اكس ا صغيره. قال لك ضروري خص يكون يعني الذكور مصاب. هنا لاحظ معايا اش غياخذ هذا من الام دي ضروري غياخذ ديك اكس اللي عندها ا صغيره ما عنده فيها اكس ا صغيره هو مرتبط بالجنس. هذا شنو ياخذ من الاب ديالو؟ ياخذ منه اكغيك ياخذ منه اكغيك. اذا لاحظ معايا كيف ما بغى يكون اي ذكر هنا غياخذ من الام ديالو اكس ا صغيره وياخذ من الاب ديالو اكغيك يعني دائما غيكون مريض. اذا هذا جواب يعني صحيح. سي في حاله مرض وراثي مرتبط بالجنس ومتنحي تنجب البنات مصابات بنات مصابات. دونك هنا ما تبقاش ذكر غيولي يعني بنات يعني بنت مصابه. اتونسيو دائما هاد الاسئله ندير دي شيما ضروري باش نتاكد من الجواب. اناث تنجب بنات مصابات ها هي من ام مصابه اجباريه. قال ضروري هذه خصها تكون الام ديالها مصابه اجباريه. وقشناها قبيله السؤال الاول ان نقدر نلقى يعني بنت مصابه ولكن الام تكون يعني سليمه. تقدر تكون الام سليمه وهذه البنت تقدر تكون مصابه لانها تاخذ ا صغيره من هنا وتاخذ اكس ا صغيره من الاب ديالها خصو يكون مصاب. دونك في هذه الحاله غادي يكون عندي هذه البنت مصابه ولكن الام ديالها يعني سليمه. اذا ماشي اجباريه اللي خطا هو الاجباريه اللي راه صحيحه ولكن اللي خطا هي اجباريه. دونك سؤال دي دونك في حاله مرض وراثي مرتبط بالجنس وسائل هذا سائل. قال لك تنجب النساء المصابات دونك المرض النسائي وهذه الاناث مصابات. دونك هذه مثلا انثى مصابه يعني وسائل يعني عندها ا كبيره هنا وا صغيره تقدر يكون ا كبيره ا كبيره يعني غيكون عندها جوج انواع ديال الانماط. قال لك تنجب النساء المصابات من ام مصابه اجباريا يعني هذه اذا كانت مصابه خص الام ديال يعني هذه كانت مصابه الام ديالها تكون هي مصابه. لاحظ معايا هنا هذه نديرها انها سليمه سليمه يعني غيكون عندها اكس ا صغيره اكس ا صغيره. واش هذه تقدر تعطيني يعني شي انثى مصابه؟ يعني تقدر تعطيني انثى مصابه كشاش ملي غيكون عندها ذاك الاب اللي هنايا مصاب الاب مصاب عنده اكس ا كبيره اكراي وهي عندها اكس ا صغيره اكس ا صغيره. اذا شنو غتعطينا انا؟ غادي تاخذ اكس ا كبيره من الاب ديالها واكس ا صغيره من الام ديالها. ها هي مصابه ها هي مصابه. اذا عندي بنت مصابه تنحدر من ام سليمه والمرض يعني سائل. اذا هذه البروبوزيسيون الاخرى هي يعني خطا داكوغ. دونك هنايا خدمت معكم يعني مجموعه من الاسئله هادفه مهمه بزاف ما هي الا بدايه. دونك ان شاء الله غتكون يعني الديبي ديال الفورماسيون غندير واحد الفورماسيون في لو 15 يعني شهر 8 دونك راه كيكون فيها لي رابيل ديال لي كور ديال بروميير اني بكالوريا وكذلك يعني لي كور ديال دوزيام اني بكالوريا. دونك اللي بغى يعني يستافد من هذه الفورماسيون يتواصل معنا. بيان سور غيكون فورماسيون يعني فيها دو جروب كاين بالنسبه لي بيوف كاين كذلك العربيه. دونك مرحبا بكم كاملين والله يسهل عليكم كاملين الدراري.